بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا عبد الرحمن الدحي من حريملا يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، بعض الشباب يتحمس وأكثر من اللازم ومما ينبغي وينحو نحو التشدد والغلو، فما نصيحة الشيخ لهم في ذلك على الاستقامة على الوسطية مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن هذه الأمة ولله الحمد هي الأمة الوسط بين غلو النصارى تساهل اليهود، فهي أمة وسط معتدلة. فالوسط معناه الاعتدال بين طرفي نقيض، فهذه الأمة وسط ليس فيها غلو وتشدد وليس فيها تساهل وتضييع، وإنما هي مستقيمة على أمر الله سبحانه وتعالى. قد نهى الله عن الغلو، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: استقم كما أمرت. لا تستقم استقامة متشددة، بل كما أمرت من الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: استقيموا إليه واستغفروه. لما كان الإنسان عرضة للنقص والخطأ في الاستقامة، فإن ذلك يجبره الاستغفار. استقيموا إليه واستغفروه. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نهاه عن الطغيان والزيادة والتشدد، أن يكون بين التشدد وبين التفريط، فلا إفراط ولا تفريط. هذا هو دين الإسلام، وهو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وحث عليه، حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد وعن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله هذا فيه منع الغلو، ورسوله هذا فيه منع التفريط في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ونقص شيء من حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دين الإسلام، دين الاعتدال. قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا هو دين الإسلام ولله الحمد. الإسلام هدى بين ضلالتين: ضلالة الغلو والتشدد وضلالة التساهل والتفريط والتضييع. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ميم ميم خا تقول: لدي أخ متوفى منذ سنتين تقريبا، وكان كثير الحلف، فمثلا يحلف بأنه لن يفعل هذا ثم يتراجع عن كلامه ويفعله، هل عليه كفارة؟ إذا قصد اليمين، إذا قصد منع نفسه من هذا الشيء ثم فعله مختارا ذاكرا ليمينه، إنه تجب عليه الكفارة. قال الله سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني نويتم عقدها. أما ما جرى لفظ اليمين على لسانه من غير قصد، هذا هو لغو اليمين الذي لا كفارة فيه. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. هذا يسأل يقول: ما هو عظم الأمانة وماذا يقصد فيها فضيلة الشيخ، وخصوصا في الآية: إنا عرضنا الأمانة؟ الأمانة المذكورة في الآية مراد بها أمانة التكاليف والأوامر والنواهي، فهي أمانة عند العبد حافظ عليها، لا يتساهل فيها ولا يضيعها. الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، الزكاة أمانة، كل شيء من هذا الدين فهو أمانة على في ذمة العبد،
توحيد العقيدة الصحيحة أمانة عند المسلم لا يخل بها ولا ينقصها، وتطلق الأمانة على الأعمال التي تناط بالموظفين يكلفهم بها ولي الأمر. هذه الأعمال أمانة في ذممهم، عليهم أن يقوموا بها وأن يؤدوها على الوجه المطلوب. قال الله جل وعلا مخاطبا الولاة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات المراد بها هنا الأعمال التي هي لعموم المسلمين تناط بمن يقوم بها على وجهها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات أي الأعمال والوظائف إلى أهلها المؤهلين لحملها خبرة ودينا يقومون بها، فلا يحابى فيها من قبل ولي الأمر ويعين من لا يصلح لها، والعامل لا يخون في عمله ويتساهل فيه، الموظف لا يتساهل في وظيفته لأنها أمانة في ذمته. وكذلك الودائع التي عند الإنسان للناس عليه أن يحفظها وأن يوديها إليهم إذا طلبوها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالمسلم أمين فيما بينه وبين الله، وأمين فيما بينه وبين الناس. والأمانة ثقيلة بلا شك، ولكن إذا صلحت النية فإن الله يسهل حملها والقيام بحقها على من صلحت نيته فيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الرحمن يقول: إذا لم يجلس إمام المسجد في الجماعة للتشهد الأول ثم اعتدل للركعة الثالثة وقمنا، فما الحكم في ذلك؟ نعم، هذا هو الواجب. إذا اعتدل قائما فإنه يكره رجوعه لأنه دخل في ركن، فلا يرجع إلى واجب، لأن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة ويلزمكم القيام معه. ثم يجبر ذلك بسجود السهو، سجود سجدتين قبل السلام، جبرا لهذا الواجب الذي تركه نسيانا وسهوا. نعم. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في قاف في خطبة العيد؟ وما الهدي النبوي في الرسول صلى الله عليه وسلم في المناسبات كالأعياد والاستسقاء؟ الذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من سورة قاف في خطبة الجمعة، ولا يقرأها كاملة، وإنما يقرأها مجزأة في كل خطبة جزء من هذه السورة يناسب موضوع الخطبة. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، أو يقرأ في سورة يسبح لله سورة الجمعة وسورة المنافقون. وأما في العيد كان يقرأ في صلاة العيد قاف واقتربت الساعة، وإذا قرأ بغيرها من القرآن أجزأ ذلك والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يقول: عندي عمارة بها شقق مؤجرة، وكل سنة أستلم إيجار هذه الشقق، متى تحل الزكاة لهذه الشقق المؤجرة؟ إذا تم الحول عليها ابتداء من العقد فإنك تخرج زكاة الإيجارة بتمام الحول من العقد، من عقد الإيجارة تخرج ربع العشر منها. نعم. هذه السائلة تقول: عندي أبناء أعمارهم في 12 و13 و15 وأنصحهم بالصلاة وأتابعهم، لكنهم يقولون صلينا وهم مع الشباب لم يصلوا، ووالدهم غافل عني، يقول ليس لي مسؤولية في ذلك، يكبرون ويعقلون. هذا خطأ من الوالد، بل هو المكلف بأن يأمرهم بالصلاة ويذهب بهم إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهو المكلف في شأنهم نحو الصلاة، ولا يقول إذا كبروا يصلحون، هذا كلام باطل. الصلاح له سبب، وهو أن تربيهم على الخير من الصغر، تأمرهم بالصلاة من سبع سنين وتلزمهم بها لعشر، لا تقول الصلاح يصلحون فيما بعد وأنت لم تفعل السبب. أنت راع ومسؤول عن رعيتك عند الله سبحانه وتعالى، تعاون أنت وأمهم عليهم، تعاونوا على البر والتقوى،
أما أن تضيع الأولاد وليصلحون فيما بعد وأنت لم تفعل السبب، فأنت ضيعت أمانتك وضيعت رعايتك عليهم، وسيسألك الله عن ذلك، وإذا فسدوا يكون الإثم عليك لأنك ضيعتهم. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: يا شيخ، أنا مصابة بوسواس الطهارة، وسؤالي: هل إذا جهلت نجاسة المكان أو الثوب هل صلاتي صحيحة؟ الأصل الطهارة في الثوب والبدن والبقعة، الأصل الطهارة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين أنه تنجس. إذا تيقنت أنه تنجس فطهره، أما مجرد الوسواس والشكوك فالأصل ولله الحمد الطهارة. نعم. هذه السائلة أيضا تذكر بأنها نذرت بأن تصوم 10 أيام متواصلة، في اليوم السابع أجبرها الزوج على الإفطار، ماذا تفعل وهل عليها كفارة؟ إذا كانت مجبرة ومكرهة فهي تصوم اليوم الذي بعده وتواصل صومها إلى أن تكمل 10، لأنها معذورة بإجبار الزوج لها. ولا يجوز للزوج، حرام على الزوج أن يجبر أو أن يأمر امرأته بالفطر في الصوم الواجب، كصوم رمضان، صوم الكفارة، صوم النذر، صوم كفارة اليمين. الصوم الواجب ليس للزوج تدخل في إجبارها على الإفطار منه. نعم. أم مشعل تسأل عن أكل حبوب منع الدورة في رمضان، وكذلك إذا أرادت أن تأخذ عمرة ودورتها غير منتظمة. الأحسن ترك تناول الحبوب وترك الدورة في وقتها، والأمر واسع ولله الحمد. تأخذ تصوم رمضان، وإذا جاء الحيض تفطر، وإذا انتهى رمضان تقضي ما عليها، والأمر ميسر ولله الحمد. وكذلك العمرة تعتمر، وإذا جاء الحيض قبل الطواف إنها تمسك حتى يذهب الحيض وتغتسل ثم تطوف، تبقى على إحرامها. فإذا ذهب عنها الحيض واغتسلت تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وتتحلل من عمرتها، الأمر واسع ولله الحمد. وإذا أخذت الحبوب لمنع الحيض سواء للصيام في رمضان أو لأداء العمرة فهذا أمر جائز، لكن الأولى تركه. وإذا كانت هذه الحبوب تضرها فإنه يحرم عليها تناولها. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، ما أبرز كتب الفقه الميسرة التي يستفيد منها الطالب، وماذا يقرأ في ذلك؟ يقرأ ابتداء في آداب المشي الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مختصر جيد ومفيد، ثم في أخصر المختصرات، ثم في الدليل دليل الطالب، ثم في زاد المستقنع. هذه المختصرات مفيدة جدا، وأجودها زاد المستقنع، لكن لا يقتصر على القراءة بدون عالم يقرأها عليه ويوضحها له، هذا لا يكون طلبا للعلم، إنما يقرأها على أهل العلم ليوضحوها له ويشرحوها له حتى يستفيد منها. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد للمسلم رفع اليدين عند السفر؟ ما ورد هذا، ولكن عند السفر إذا ركب يأتي بدعاء السفر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا دعاء السفر ولا يرفع يديه. نعم. أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال من أحد الإخوة، لم يذكر الاسم في هذه الرسالة، يقول: يدعي بعض من يقومون أو يتعاملون بالرقية أنه يتعامل مع جن مسلمين، هل يصح الذهاب إليهم؟ وفي مجال الرقية بماذا تنصحون شيخ صالح؟ هذا مشعوذ ولا يذهب إليه، اللي استخدم الجن هذا من المشعوذين، وهذا سيء العقيدة، ويجب منعه من ذلك وزجره وتأديبه عن ذلك. وأما الرقية الشرعية فهي الرقية بكتاب الله وسنة رسوله والأدعية الشرعية، هذه هي الرقية الصحيحة النافعة بإذن الله، وهذه لا تكون إلا على يد أهل العقيدة الصحيحة وأهل العلم. أما الاستعانة بالجن أو الاستعانة بالأموات أو الاستعانة بالغائبين هذا كله من الشرك بالله عز وجل، وهو أمر محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، تقول هذه السائلة بأنها صامت يوم التاسع من محرم وجاءها الاستفراغ قبيل الغروب وأكملت صيامه. إذا كان الاستفراغ ليس باختيارها فإنه لا يضر، الصيام صيامها صحيح. أما إذا استفرغت هي تسببت فيه فإنه يبطل صومها بالاستفراغ. أحسن الله إليكم. يقول لي زميل منذ أكثر من 30 سنة ولكننا حصل بيننا خلاف، أذهب إليه في بيته للتصالح معه ولكنه يرفض ذلك، هل يحملني إثم في ذلك؟ أنت أديت ما عليك وجزاك الله خيرا، ويبقى الإثم عليه حيث لم يقبل الاعتذار والتصالح معك. بالنسبة لقراءة القرآن، فضيلة الشيخ، الأخت تسأل تقول أنا أقرأ القرآن وليس على رأسي غدفة أو شيلة. لا بأس بذلك، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فلا بأس بذلك، إنما الخمار هذا في الصلاة، أما قراءة القرآن وذكر الله فلا حاجة إلى الخمار إلا من الرجال غير المحارم. هذا أبو عمر يقول فضيلة الشيخ، من عادتي في رمضان وعند دخوله، أنا متزوج من زوجتين، أذهب وأخذ شقة هناك وأترك أولادي في الرياض فضيلة الشيخ، ولي من الأولاد 9 والبنات 5، فهل يلزمني أو علي إثم إذا تركتهم في الرياض ذهبت لبقية رمضان في مكة؟ كونك تضيع أولادك لا سيما إذا كانوا صغارا، بقاؤك عندهم وحزمهم على الصيام والصلاة أمر واجب، والعمرة مستحبة، فلا تذهب إلى مستحب وتترك الواجب عليك وهو حفظ أولادك ورعايتهم، أو تذهب بهم إلى مكة مثل ما يفعل بعض الناس وتضيعهم في شوارع مكة وفي الأسواق، هذا لا يجوز، وأن تجلس في الحرم هذا لا يجوز. مسؤولية أولادك مسؤولية عظيمة سواء في مكة أو في غيره، فقم بالواجب نحو أولادك، هذا في حقك دائما. أحسن الله إليكم. هذا شخص ذهب من الرياض مارا بالطائف إلى أبها وقد نوى العمرة، إذا قدم من أبها فهل يحرم الشيخ من يلملم أو من السيل الكبير؟ أحرم من الميقات الذي يمر به ذاهبا إلى مكة لأداء العمرة، فيحرم من الميقات الذي يمر به، إن مر من يلملم يحرم من يلملم، وإن مر من السيل الكبير يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت وقال هن لهن، أي لتلك الجهات ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سجل هذا اللقاء زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.